بشكركم جدا يعني على الافلام اللي انتم جبتوها. في افلام عظيمه وجميله وفي افلام دون المستوى، واحنا عايزين افلام اكتر السنه الجايه، افلام مصريه، علشان يبقى احنا عندنا انتاج قوي يخش بيه المهرجانات ويتواجد بيه الانتاج العالمي ان شاء الله. جدا جدا. ويمكن اكتر ما يميز بقى المهرجان خلال ما حضرته الندوات اللي اتعملت، ندوه الاستاذ محمود ياسين، ندوه الفنانه سوسن بدر، ندوه الله يرحمه سامي العدل والاستاذ نور الشريف. عايز اقول لك كان في مظاهره حب بجد بجد بجد، كل الناس جت، كل الناس، ما بقناش لاقيين مكان نقعد فيه. كميه صحفيين، كميه ممثلين، مخرجين، منتجين، يعني طبعا مصورين. عايز اقول لك كنا بجد مبهورين بجد، وكنا فرحانين جدا جدا بالحكايه. لا، المفاجأة عند لجان التحكيم، عندنا ست لجان تحكيم هيعلنوا جوازهم النهارده. احنا الحفله ان شاء الله بنحتفل ب 120 سنه سينما، زي ما احتفلنا يعني طول المهرجان كانت الاحتفاليه ب 120 سنه سينما عالميه. ان شاء الله السنه الجايه بقى ده خبر ليكم انتوا، نحتفل ب 120 سنه سينما سكنيه.